وسهلا مشاهدي قناة الموصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم المطبخ الموصلي. شيف شنو راح يكون طبقنا اليوم؟ اليوم راح نقدم طبق من الحلويات يصنف والمخبوزات اللي هو البانكيك، معروف عند الناس، فراح يكون طبق سريع إن شاء الله تعالى. راح نبدأ أول شيء بالمكونات. عندنا كوب من الطحين، ثلاث معالق من الحليب البودرة، وعندنا زيت 3 معالق كبيرة، حبة بيض، وعندنا اللبن والبيكنج باودر. باقي الأشياء راح تكون للزينة والمظهر الخارجي، طبعاً هي حسب الرغبة بالنسبة للمكسرات وبالنسبة للفواكه. راح نبدأ أول شيء هوني، راح نخلط كوب من الطحين. يعني الدقيق هو الأساس للبانكيك؟ نعم، هو يعتبر من المخبوزات والحلويات. راح نضيف الحليب 3 معالق مع الأكل. نعم. راح نجي ناخذ البيكنج باودر. راح نستخدم من البيكنج باودر على هاي الكمية قدر 1 معلقة مع شاي بهاي الطريقة. نعم. وإذا حبينا نحضرها بشكل أسرع راح نضيف له 1/2 إضافي. نعم. هوني راح نكون محضرين المكونات الجافة. راح نجي ناخذ بيض. راح نخلي هسه شكر، طبعا عزلنا هوني المكونات الجافة، بس الشكر هوني راح اخلينه مع البيض حتى يذوب عندي، وبعدين اضيف تقريبا راح اضيف 2 معلقة فقط مع الاكل، لان راح يكون عندي حل النوتيلا او الحل الشوكولاتة السائلة راح ازين بها، وعندي الفواكه وكلها تحتوي على نسبة عالية من السكر. مبدئيا راح يكون عندنا هاي الخلطتين. راح نبدي نضيف الماي. راح نحتاج لهاي الكمية تقريبا 250 مل اللي هو 1/2 بطل الماي مالتنا. نعم. راح نبدا نخلط البيض مع السكر مع الماي هاي الطريقة. نبدا نستعين بالخفاق الكهربائية، ماكو اي مشكلة، ولكن احنا دائما نحاول انه نحضر الاشياء بابسط الاشياء. نعم. حتى تكون متوفرة لدى ربة المنزل. ما جاوبتني هاي الأكلة أو الطبق من أي مطبخ؟ هذه ترجع للمطبخ الفرنسي طبعاً. نعم. المطبخ الفرنسي متميز بالحلويات. نعم. وكذلك بالمخبوزات. نعم. البانكيك هي وجبة أو مثل ما يقول مخبوزة أو حلويات قديمة جداً بالمطبخ الفرنسي، يعني ترجع إلى عصور سابقة، وكانت تقدم حتى بال الشعير مثل ما نقول او ما نسمينه، يعني كانت تقدم بشكل اسمر بالبدايه، بعد ذلك تم التطوير، تم التغيير، وبدا البانكيك يقدم كحلوى. حتى انه الفرنسيين عندهم سيروب خاص يستخدمونه بالبانكيك، والسيروب مال البانكيك له نكهه خاصه وطعم خاص، وبالاونه الاخيره بدوا يقسمون البانكيك ويستخرجون منه اطباق مثل الكريب وما كريب وهاي السوالف وميني كريب وهاي السوالف، يعني كلها، او من الميني بانكيك او البانكيك برجر، كلها استخرجوها من هذه الوصفه السهله جدا. راح توشعوها بالاعداد عندنا طبعا شئنا السهوله مالتها بالضبط. نعم. سهولته يعني تقريبا اعداده ما تجاوز 10 دقائق. راح نبدا نشغل تحت المقلاة مالتنا لما تكمل خلطتنا. لازم تتجانس المواد مع بعضها بالضبط. نعم. بشكل كامل. انا شفت انه الدقيق بديت به، يعني مو مباشرة ضفته، لازم اضيفه بشكل تدريجي. نعم. حتى لا يصير عندي تكتلات طبعا، وممكن انه اذا صار تكتلات راح ياثر طبعا على الطبق. اكيد، بس احنا اذا صار عندنا نوع من التكتلات ممكن نستخدم الصافوي او الموخ اللي موجود عندنا بكافه المنازل. نعم. حتى تخلص من هذه القطع، ولكن هسه عندي انا العجينه صارت مثاليه جدا. احنا هون هسه راح نبدا بايش؟ بالطبق مالتنا بعد ما تحمل المقلاه مالتنا او الطاوله. راح اضيف الى الزبده. عندنا الزبد. نعم. ثابت. راح يكون شيء بسيط. ضبط. دائما بهاي المكونات احتاج الزبد فقط انه ينطيني
مثل ما اقول انه ما يلتصق الاكل بال داخل المقلاة والطاوة. طبعا هسه اللي ما تحمى هاي الطاوة مالتنا راح نبدا ايش بعد ما شوي العجينه اخذت راحتها راح اضيف له جزء من الزيت، ودائما افضل انه الزيت ينضاف بالنهايه مع الحلويات ومع العجينه اللي نستخدمها حتى المواد تتجانس، لانه الزيت اكثف من الماء او مثل من الاشياء اللي موجوده، فدائما اضيفه بالنهايه حتى تكون المواد تجانست وارتاحت كامل وبعدين اضيفه. يعني حتى لما نحضر بالضبط احنا حتى لما نحضر العجينه داخل المنزل اخر شيء نضيف الزيت، عجينه البيتزا والعجينه السريعه، وكذلك حتى ربات المنازل لما يخبزون يعني اخر شيء يعجنون العجين مالتهم بالزيت. طبعا احنا هسه صارت مثاليه 100%. او القلي مالتنا هاي الطريقه راح تكون دائرة بالنص بهذا الشكل، راح تكون بهذا الشكل. إذا كنا نستخدم الطباخ داخل المنزل راح تكون عندنا النار موزعة بشكل أكبر وأقوى، فممكن إنه أستخدم الجزء كله من الطاوة ما يكون عندي أي خلل بالموضوع. نعم. طبعا إحنا إذا نستخدمها بصورة نظامية بعد راح نحتاج درجة حرارة أعلى. نعم. ولكن أثناء العمل هسه راح تحمى بعد عندنا حتكون ربة المنزل يعني بالصورة. لازم تكون بعد شوية. راح نحتاج حرارة أكثر حتى تنتفخ عندنا، بعد تحتاج لوقت. شلون نعرف بدت بالاستواء؟ السطح الخارجي مالتها راح يكون واضح. طبعا هاي الشكل هسه هي بدت عندنا تاخذ شكلها تقلبه. اكيد راح نقلبها. نعم. راح نبدا نكون اكثر من قطعه حتى يكون عندنا اشني طبق كامل. نعم. هذه صح نتركها بصفحه. ها راح تكون اكثر بالضبط. من قطعه داخل نستخدم المقلاة. اكثر من قطعه. نعم. حتى تكون عندنا العمليه سريعه. نعم. لازم تكون بهذا الشكل بالضبط. راح يكون عندنا هذا الشكل. هسه راح يكون عندنا مثل ما قلنا نقدر نعمل شكل. اشكال ثانيه عادي ممكن نستخدم شكل. القوالب احنا سابقا تكلمنا بالقريب وبغير شغله، ممكن نستخدم القالب ونخلي قالب داخل المقلاه ونصب الشكل اللي نريده ويطلع عندنا الشكل النظامي جدا. عندنا النجمي، عندنا القلب، عندنا المربع، عندنا الورده، اكثر من شكل عندنا. نعم. ممكن نستخدمه. طبعا ممكن نشال العجينه مالتنا هسه تقريبا تحتاج له بعد، راح نتركها على النار. نعم. حتى نثبت للمشاهدين انه العجينه هشه وسهله الاستخدام وسهله الشواء، يعني ماكو اي مشكله باستخدامها. شوف احنا نرجع نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل. تمام. مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجع لكم. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، جاي نكمل ويا شيف احمد وطبق اليوم هو البانكيك. طبعا هسه احنا راح نستمر بايش؟ بهاي العمليه اللي هي اكثر من قطعه نخليها بالضبط الصب حتى نشكل قوالب عندنا او قالب الشغل. هاي العجينه ايش تختلف عن عجينه الكريب؟ تحتوي على البيكن باودر. نعم. حتى يكون عندنا نوع من السماكه. الكريب يكون بشكل ايضا بالضبط. الكريب يكون خفيف واتحكم بشكله انا. نعم. واغير حجمه او شكله على طريقتي. البانكيك يقدم بهذه الطريقه، واكو الميني بانكيك اللي هي يكون حجمه صغير جدا. هسه راح نعمل منه قطعه قطعتين حتى. نعم. تكون معروفه لدى المشاهدين. طبعا هاي القطعه استوت بالضبط، راح اتركها على جنب. نعم. حتى بعدين اكمل وبعدين ابدا فيها. تقريبا استوت هاي بالضبط. احنا راح نبدا نصب القطع مالتنا. راح نعمل اكثر من قطعه بالضبط. طبعا اضافه الزبد مهمه عندنا، هي اللي تخليها تكون مقرمشه. الطبق تاخذ الطبقه الخارجيه
راح تكون اصغر؟ هي راح تاخذ عندنا بحراره المقلاة طبعا. نعم. وانا تكلمت انه راح اذا تجربوه بالبيت على الطباخ الغاز راح تكون اسهل عندكم. نعم. لانه الحراره تكون اقوى وراح تسيطرون عليها بشكل اكثر. بس راح استخدم النار ناصية حتى لا تحترق. راح تحتاج نار اسرع حتى. نعم. ايش يكون عندك؟ حتى يكون عندهم ارتفاع بها. نعم. طبعا راح استخدم طبق للتقديم بهاي الشكل دائري راح استخدمه، الحجم مالته شويه كبير. يمكن استوت. هسه راح نقدمها. راح اخلي قاعده للطبق وراح اخلي القطعه مالتي بهذا الشكل. نعم. نشعل القطعه اللي عندنا. هاي راح تكون قاعده. بالضبط، هاي استوت. وهذه تحتاج لها شويه وقت. نعم. راح نخليها بهاي الطريقه على النار. خلينا القاعده مالتنا، راح نبدا كالتالي هسه. راح نستخدم هذه الكريم شانتيه، طبعا موجوده بالاسواق، ممكن اضافه لها مثل ما نقول كلاص حليب وبالخلاط راح. نعم. تكون جاهزه بعد ما نضربها لمده 3 دقائق تقريبا بالخلاط. هاي الكميه اللي احتاجها فقط، ممكن استخدمها من التزيين اذا حبيته. راح نضيف القطعة عليها بكل بساطة. راح تكون هذه الطبقة الأولى مالتنا. راح نجي نقلب هذه القطعة. ناخذ أكثر من قطعة يعني. بالضبط. نضيف أكثر من إضافات إلى. بالضبط. هذا الشكل ثابت صاعدنا. نحول النار علينا. طبعا هسه ضفنا الطبقه الاولى كريم شانتيه، راح نبدا نضيف الفواكه. دائما البانكيك شنو اللي يضيف له؟ الموز الكيوي والفراوله. نعم. الحلويات دائما الموز والكيوي والفراوله. بالضبط اساسيات. راح نبدا نقطع. يكون بشكل دائري التقطيع. بالضبط. أخليها بهذا الشكل. فوق البانكيك. بالضبط. تنطيها شكل ثاني. راح تنطيها شكل وتنطيها طعم ايضا. شوف تغير الشكل. اكيد. طبعا انا راح اضيف قطعه. قطعه ثانيه ايضا. بالضبط. هاي حتى المشاهدين يكون عندهم فكره عن السهوله والهشاشية مالتها والطراوة اللي موجودة بيها. بهذه الطريقة راح أضيف صوص أيضا، هذا النوتيلا أو الشوكولا، راح تكون طبقة. اكتفينا، تحتاج وقت بعد. لازم تكون مثل بالضبط نفس اللي قبله. راح نبدا الطبقة الخارجية ما تكون مثل كريسبي. بالضبط كريسبي ومستوية بشكل كامل. راح نبدا هسه عملية تقشير الكيوي. يقشر بالكامل. بالضبط. نعم. إزالة الجزء الخارجي. راح ينطينا الكيوي لون، راح ينطينا شوية نوع من الحموضة، راح تغير لنا. نعم. او تعمل لنا تناقض بالطبق. نعم. واحنا محتاجيه دائما حتى لا يكون عندنا بس طعم الحلا هو اللي واضح. راح استخدمه بهذه الطريقه. راح تكون كلش كافيه بهاي الطريقه. راح استخدم هاي القطعه الباقيه. نعم. عندي بالتزيين. راح تكون اكثر من طبقه. بالضبط بهذا الشكل. راح نستخدم هسه الطبقه الاخيره مالتنا اللي راح تكون نهائيه، وبعدها راح نعمل قطع صغيره راح نستخدمها للتزيين مالتنا. راح نضيف شويه زبد. يعني طبقه ثانيه ايضا. بالضبط. راح استخدم قطع بهاي الطريقه. هاي تسمى الميني بانكيك. تكون اصغر.
بالضبط، صغيرة جدا. صار من القطع الموجودة بالضبط. إذا كان طبعا بالمناسبة حبيتهم يضبطون الشكل مالته، ممكن نستخدم طريقة سهلة جدا، هي المقص. طبعا المقص العادي اللي موجود داخل المنزل، عندنا أكيد مقص موجود داخل المطبخ، راح نستخدم هذا المقص ونخلي الشكل مثل ما نحب احنا طبعا. أكيد فطريقة سهلة جدا. راح نكمل الفواكه مالتنا اللي راح نستخدمها بالتزيين، أو راح تكون على شكل القطع دائري. بالضبط. نعم، راح احتاجه كله بالتزيين. اذا كانت فراوله نفس الشكل راح يكون الاضافه ايضا. اكيد راح نعم. استعين بالمكسرات حتى تكون الطبقه الاخيره عندي هذا الشكل. المكسرات ايضا نغير الطعم والشكل ايضا. الشكل اكيد دائما نحتاجه مع الحلويات. طبعا هاي قطع البانكيك الصغيره راح نقلبها بهذا الشكل، راح تكون. اذا حبيتم ممكن تستخدمون الكيس الكريم شانتيه او القنينه اللي استخدمناها مع الماي نفسه، نفرغها من الباء. نعم، ونثقبها من هوني ونستخدمها. بالضبط، حس الشكل اقوى، ونستخدم الشيء مثل ما نسيطر علينا. الكيس اللي نستخدمه بالكريم شانتيه بالضبط، بس انا حبيت انه دائما استخدم الطريقه اللي مثل ما اقول بكافه متناول الجميع، يعني انه حتى تكون سهله عليكم. راح تكون طبقه اخرى ايضا. هسه حاليا راح نكتفي بهاي الطريقه، راح نضيف بس القطعه الصغيره اللي راح استخدمها بالتزيين. راح تكون الميني الميني بالضبط، راح استخدمها بهاي الطريقة. ننظف بالكامل. شوف احنا راح نرجع نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل. تمام. مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجعي لكم. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا نكمل ويا شيف احمد، وطبق اليوم هو البانكيك. القطعة الصغيرة هذه مالتنا لازم ايضا تكون مثل السابقة. بالضبط. هسه راح نبدا ايش؟ نبدا التزيين مالتنا لهذا الطبق. ضروري نحتاج الميني بانكيك؟ ضروري؟ لا ما ضروري. احنا بس كشكل كشكل نستخدمه. نعم. بالضبط. راح استخدم الموز بهاي الطريقه للتزيين، يكون دائري. بالضبط. نعم، حتى يوازي الشكل اللي عندي. نعم. كيوي. بالضبط، راح استخدم الكيوي، يكون ايضا راح استخدمه بمكانات محدده. بالضبط. نعم، بهاي الطريقه. هسه عندنا شكل مثل ما نقول بدائي. نعم، القطع ايضا هاي فوق. بالضبط، بهاي الطريقه ممكن اخلي اعلي بعد اكثر واخلي اداه للتثبيت وسط. نعم. القالب تقريبا استوت. هاي قطع صغيره جدا، راح استخدمها مثل ما اقول. ايش قد تقريبا تكون الكميه؟ يعني العلو مال ايش قد تقريبا اقدر؟ هسه هذا علو مثل ما اقول عندنا نظامي. نعم. جدا، ولكن اذا حبينا نزيد بعد اكثر طابق اكثر راح نضيف تقريبا كم طبقة؟ العيدان الخشبيه. اذا ضفتي العيدان الخشبيه ممكن ايش قد ما تريدين تخلين طبقات، بس ما راح تكون سهله بالاكل، يعني طريقه اكله راح تكون صعبه جدا. ولكن من ناحيه مثل ما اقول شيء اساسي راح يكون عندنا هذا الشكل وهذا الحجم، راح يكون مثالي جدا. تقلي شوية، راح استخدم هاي القطعة. هاي تكون بالصفين. بالضبط. إلى الجانب. استخدمها من الجوانب. بهاي الطريقة. يعني هاي القطعة كزينة أيضاً استعملتها. بالضبط، راح أزين بهاي الطريقة. شنو الإضافة الثانية اللي راح أضيفها؟ هسه راح نبدأ أول شيء نضيف النوتيلا. على الكل. بالضبط. هذا الشكل. راح نجي نضيف شوية مكسرات على جهة معينة من الطبق.
نعم، حتى تكون اكثر من جهه مشكل بالتزيين. هذا المطلوب. هنضيف مكسرات او الفستق الحلبي باللون الاخضر. نعم. الجهه المقابله عندنا هوني هذا بسكت المطحون اللوتوس، وعندنا بسكت بالشوكولا يعني لونه دارك، راح نستخدمه بهاي الطريقه. البندق اللي موجود على شكل حب يكون راح ازين بينه الطبق مالتي بالضبط. المكسرات مهمة جدا ويا الحلويات اكيد. راح اضيف الورد او الزهرة المحمدية، راح تنطيني الشكل وطعمه لذيذ. هاي الزهرة طبعا تؤكل ايضا. اي تقريبا تغير الشكل جدا بالطبق، والالوان موجوده ايضا متناسقه. زهرة وحدي راح استخدم الاوراق مالتها، طبعا هاي الزهرة راح اخذ الاوراق مالتها ما مثل اللي قبله، راح استخدمها بهاي الطريقة. راح تنطيني بالضبط الوان للطبق حتى تكسر الشكل الخارجي للطبق. راح نستخدم قطعة وحدي من هذه الحلويات اللي موجودة بالاسواق فقط للشكل لا غير يعني. وتحبون بالضبط، وممكن تضيفون يعني النوعيه اللي مثل ما قلت لا يمكن يعني ماكو اي مشكله. هسه تقريبا عندنا شبه كامله، نبدا باضافه الصوص اللي لونه مختلف عن لون النوتيلا مثل ما نقول. لازم يكون اكثر من صوص بالضبط حتى يكون عندنا شكل والوان بالطبق ويكون شهي، وحتى الاطعام راح تكون مختلفة عندنا. طبعا هذا الدارك شوية حتى ينطينا بالضبط الألوان الموجودة. هنا تقريبا ساعدنا طبق كامل بالضبط بهاي الطريقة بالضبط. طبق سريع جدا وسهل طبعا، وهذا هم اكيد، بس هو كان بناء مثل ما اقول على ايش، على رغبه المشاهدين يعني اللي طلبونه. غادوا طبق البانكيك سهل وسريع ويتحضر بالمنزل بالادوات اللي موجوده داخل المنزل، وهو هذا الطبق اللي غادونه. شوف طبق كان سريع جدا جدا وسهل. نعم. نقدر نستخدم الخشب لو اكو بالمقلات عند القلب عند القلي ممكن نستخدم الادوات الخشبيه وهي تتلائم اكثر مع المقلات التيفال هذه حتى نحافظ عليها. نعم. بس احنا دائما هذه الاداه نستخدمها بالتزيين وبالحلويات. نعم. فلهذا استخدمتها تكون سهله اليوم. ايضا وتكون سهله بالضبط، تحتاج بها نوع من المرونه. نعم. طبعا ممكن استخدام الادوات الخشبيه وهي مفضله مع هاي الانواع من المقلات. ادوات الطبخ. نعم. بالضبط. شكرا لك شيف طبعا على هذا الطبق، طبق سريع جدا ورائع. أشكرك. وايضا كسر مو ان نقدر مثلا نروح المحل الحلويات بالضبط كذا، نقدر نسوي داخل المنزل. داخل المنزل هي هاي الغايه من الموضوع، الغايه من الطبق انه يكون هذا الطبق موجود ومتناول ربة المنزل حتى تقدمه للاطفال او للعائله بشكل عام. نعم. نقدر اذا ما انه يكون حلى كثير شنو اللي نقدر نستعين بها بالبانكيك؟ ممكن نزيد كميه السكر اللي موجوده بالخلطه. نعم. ونضيف اللي الفواكه وخلص يعني فواكه. نقلل من السكر بالضبط. نعم. الفواكه راح تكون موجوده عندنا وعجينه البانكيك. نعم. بالضبط يعني ما ناخذ التزيين هنا. اي راح نضيف راح نضيف مثلا الكريم شانتيه ضفتوها. نعم. راح نستخدمها طبعا، نضيف له علبه من القشطه اللي موجوده بالاسواق حتى تخفف
مثل ما اقول بعد الحلة اللي بيها. نعم. فراح يكون عندي صلصة تزيين اللي هي الكريم شانتيه المتعارفة. نعم. راح تكون حلاها اقل ونستخدمها بطريقة او مثل ما اقول صحية اكثر، لانه للامانة السكريات العالية غير مفيدة للجسم. نعم. احنا دائما نحاول نقللها، ولكن هي هاي الاطباق المتداولة حاليا واللي موجودة حاليا واللي الناس تحبها، فقدمناه مثل ما تحب الناس. بالنسبة لطريقة التقديم وبالنسبة للشكل الخارجي بالحلويات تعتمد على إيش؟ تعتمد على الإنسان اللي يقدمها، يعني من ناحية التزيين أو التقديم، فكل هاي حسب الرغبة الشخصية. والأشياء الثانوية المضافة للتزيين مثل المكسرات والفواكه العفو كذلك تكون حسب الرغبة. شكرا لك شيف طبعا على هذا الطبق السريع جدا، طبق في متناول رغبة المنزل، تقدر أنه بعد ما تستعين بمحلات الحلويات تقدر تسهل عليها داخل المنزل. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا الى ختام برنامجنا المطبخ الموصلي. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، انتظرونا في طبق جديد وحلقه جديده. الى اللقاء.